طريقها نوفمبري خالص. الجزائر الجديدة تبنت وبإيمان راسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، فكان لزاما الاهتمام بمناطق الظل لتشرق عليها شمس التنمية، حفاظا على كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم. الجزائر الجديدة هي أيضا اهتمام بالشباب، بمستقبل الجزائر وبغدها المشرق. شباب يتطلعون إلى مستقبل زاهر بكثير من الأمل وبكثير من التفاؤل، ويتمسكون بماضيهم بكثير من الفخر والاعتزاز. الذاكرة الوطنية وجدت لها حيزا كبيرا في مشروع الجزائر الجديدة، التي تهتم بالحاضر والمستقبل، لكنها أبدا لا تنسى تاريخ الأمة وذاكرتها الجماعية. Khanchla, la wilaya du patrimoine authentique et de l'illustre histoire. Elle se caractérise par sa nature pittoresque et son relief accidenté. Cette wilaya vit une grande dynamique. Après avoir bénéficié d'un programme complémentaire, à l'instar d'autres wilayas du pays, dans le cadre du développement des zones d'ombre à travers différentes wilayas. Un programme qui a débuté fin 2021 et qui comprend de nombreux projets importants et vitaux dans différents secteurs. Des projets qui feront progresser le développement de la région et en feront un pôle économique important compte tenu de son potentiel et de son emplacement stratégique important. ولاية خنشلة أنا شفتها مرارا، التزمت، معزولة، محتاجة مرافق، محتاجة كذا، محتاج تشوف بابار، تشوف قيس، فايز، بولفريز، تشوف بوحمامة، تشوف يابوس، تشوف هذه، يعني ما هيش مناطق اللي ما لازمها إعادة النظر وإعادة الهيكلة. وفورا باقي لها 12 ولا 13 كيلومتر سكة حديدية حتى تخرج من العزلة تاعها، وازدواجية الطريق بين خنشلة وباتنا وبين حتى تلتحق بالطريق السيار، يعني تتوفر فيها كل المقاييس نتاع العزلة نتاع. ماذا بينا في أقرب وقت لما البرنامج تاع خنشلة ينضج تتنقل الحكومة في عين المكان وتاخذوا القرارات في عين المكان، تكون أول اجتماع تاع الحكومة خارج العاصمة. مش معناه بلي خنشلة وحدها، ولكن فيه ولايات أخرى كذلك. في ولايات كان بالأقل واحد 15 ولاية، في الهضاب، في الشرق، في الغرب، وفي أقصى الترقوي المدعم. كل هذه الإنجازات جسدت على شكل وحدات عمرانية متجانسة تحتوي على كل التجهيزات العمومية من مدارس وثانويات ومراكز للصحة وللأمن. وكذلك سنة 2024 هي سنة محورية، حيث أقرت الدولة الجزائرية والتزمت بتسييد afin d'améliorer le système éducatif national. أولت السلطات العليا للبلاد اهتمام كبير لقطاع التربية، خاصة من إنشاء الهياكل والمؤسسات التربوية، حيث أصبحت كل المؤسسات الجوارية
للمراحل التعليم الثلاث، ناهيك على توفير النقل المدرسي والإطعام حيث تقدم وجبات ساخنة تحترم معايير الصحية، وكذلك توفير التدفئة والتكييف في كل ربوع الوطن. أما 90,000 أستاذ متعاقدا على مستوى الوطن وأجريت لهم عملية تكوين في أحزن ظروف. أما بخصوص رقمنة لقطاع التربية، قد قطعت وزارة التربية شوطا كبيرا في رقمنة القطاع. La réintégration de l'éducation physique et sportive au niveau du cycle primaire. Une autre mesure qui a permis à des milliers de jeunes Algériens diplômés des universités et instituts nationaux d'être recrutés pour travailler dans le domaine de l'éducation. Tamenrast, la capitale de la Hagar, est celle du patrimoine culturel enraciné dans les tréfonds de la civilisation humaine. Une civilisation dont les empreintes résistent encore. Basaria, ou le Madaoua, l'FTTH. فقد تمكنت اتصالات الجزائر بولاية تمنراس بربط زبائنها بالتقنية الحديثة. في 2020 كان عندنا صفر مشترك، أما اليوم حققنا 3000 مشترك في الـ FTTH. هدفنا إن شاء الله هو 10,000 مشترك بالتقنية الحديثة الـ FTTH. De multiples services sont fournis par des agences réparties sur la wilaya. Surtout après l'augmentation de la vitesse du débit Internet et la connexion des ménages et institutions à la fibre optique. كمواطنين بولاية تمنراس هنا شوفوا باللي ملي جات خدمة الإنترنت طريق الألياف البصرية، المشروع اللي فعلا رافق الناس باش انهم تغيرت الحياة نتاعهم وسهل لهم أمور كبيرة. مختلف الفئات، الطلبة ولاو يستعملوا في البحوث نتاعهم، وحتى الناس اللي يسكنوا بعاد، ولا الانترنت هذا وسيلة اتصال. وهو اليوم راه كاينين تقنيات جداد نتاع الألياف البصرية، راهم كاين بلايص اللي راهم ديجا مربوطين وبلايص مازال، إن شاء الله يزيدوا يربطوا البلايص اللي بقاو، وتالي نزيدوا نركزوا باش يزيدوا يحسنوا خدمة التدفق، لأنه فعلا هذا المشروع اليوم هو مشروع حيوي ومشروع يساهم بطريقة كبيرة يحسن المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية نتاع الساكنة خاصة في المناطق البعيدة. La promotion des produits traditionnels via le web est désormais accessible à de nombreux artisans de la région. Ils disposent ainsi d'une nouvelle opportunité pour commercialiser leurs produits. Et cela contribue à la préservation de ce patrimoine ainsi qu'à la dynamisation du secteur de l'artisanat. نحن معروفين دركا بلا بيغ تايي، نزيدوا لها الفضه و سي دي بيغ بريسيوز كيما حوايج بزاف اللي عندنا. كي رانا نبيعوا ما شاء الله يعني بالانترنت سيغ انترنت، راه عندنا هنا يروحوا لنا ادوميسيل صديقنا، نبعثوا واحد يدير لا كوموند، يشوفوا الفيسبوك سلعه واش باغي، كي يبغي حاجه يقول لنا هذا لو شونتيون نبعثوه له مع هذا نتاع السريع هذا يعني. ونفعونا به يعني الحق، يعني ملي حلونا هذا الانترنت هذه نفعونا به، باسكو زمان كان اللي ما يجيناش هنايا ما يشوف غير اللي يجي يشوف السلعه،
بصح درك يعني سهلوا لنا الامور بزاف بهذا البيع نتاع الانترنت. L'installation des distributeurs automatiques par le bureau spéciaux a permis aux citoyens de ces régions de retirer confortablement leur argent. Pour la première fois, des jeunes de la région retirent leur argent après l'introduction de l'allocation chômage. C'est une autre mesure qui traduit la volonté de l'État algérien de préserver la dignité de cette catégorie de citoyens qui attendent l'opportunité d'être recrutés et intégrés le monde du travail. أني مستفيدة في منحة البطالة عندي 6 شهور ووصلتني رسالة وجهوني للتكوين وراني نقرأ إن شاء الله كي نكمل وندي الدبلوم. الجهد الذي بذل على هذا المستوى في شقه الاجتماعي جهد مشهود ويؤكد على حرص الدولة على رعاية مواطنيها وحرص الدولة أيضا على الالتزام بأحد المبادئ الأساسية لبيان أول نوفمبر وهو اجتماعية الدولة الجزائرية، رفع الأجور، محاولة خلق تنمية متوازنة ما بين كل الجهات الوطن، منحة البطالة وغيرها من الإجراءات التي تتعلق مباشرة بالحياة البسيطة للمواطنين. كنا نستمع إلى تصريحات السيد رئيس الجمهورية خلال لقاءاته الصحفية وهو يتحدث عن أدق التفاصيل التي تعني مواطن مباشرة في إصدار للإنتاج الثروة مما يؤدي إلى أنها تكون قاطرة المجتمع وتساهم في تطور المجتمع. التوجه الجديد للدولة الجزائرية خاصة في إنتاج الثروة عن طريق الحاضنات التي كل الجامعات الجزائرية تلقى الحاضنات بحيث أن يكون المشاريع اللي راح المشاريع اللي ينتجوها الطلبة تساهم في الاقتصاد الوطني. الطلبات الجالية فيما الطلبات الجالية التي عبروا عنها خاصة في الاستفادة من صندوق ضمان المشاريع والتقاعد هنا في الجزائر، ففتحت لهم إمكانية هذا الانخراط، هذا الانخراط في الصندوق عبر بوابة إلكترونية. الجالية أيضا كما تعرفون بالنسبة للمجتمع المدني ممثلة في المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثلة خاصة في المجلس أعلى الشباب الذي يضم العديد من بين أعضائه في من الجالية الوطنية بالخارج، ولديهم أيضا نواب بالمجلس الشعبي الوطني. تعكف الدولة على إنشاء هيئة وطنية متخصصة خاصة بالكفاءات الجزائرية بالخارج من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية. يبقى أن نتكلم في الأخير ربما عن الـ